الدراري ما تيصور رجع الله وخلي الناس كيصوروا يزيدوا قدام. بس في حياتك سمعتي ما تحركش منه اه ما صافي ما هو انا في السبيطار لا والو ورا لقينا دي شحال هادي اخو عبد الحكيم شحال هادي غادي نديروا والو غادي نديروا والو اشرح لنا كيفاش وقع النازله اش وقع هاد السيده جتها واحد الساعه الله ربنا موقفها هنا قدام السيطره كنقول للطبيب دخلت عنده قلت له خرج عندي ما بغاش كيقول لي بلاتي بلاتي نخرج لك اللي كت السيده الفرنسيه اللي كتولد صافي لا لا الله اعلم انا ما عرفتش المهم قال لي بلاتي ساعة الله ربنا واقف هنا السيدة خرجت الروح صافي هما يخرجوا هنا قال لي صافي السيدة خرجت الروح وي كلشي صور فيديو كلشي صور ما عندوش الله يجازيكم بخير هي ما ولدتش في الدوار كما لا هي ولدت في الدوار ولكن نسميت جايبه هنايا كلشي جبد فيديو ساعة الله ربنا موقف هنا جات لابيلونس للدوار ولا ما جاتش عندك؟ جات لابيلونس جبتوها في لابيلونس لا الطوموبيل في الطوموبيل لابيلونس جات لقاتها ولدت ملي ولدت قالوا لي صافي ولدت قال لي صافي خليوها ملي المراه بحال ولدت على الحال دوروا لابيلونس قال لي انا غادي بواحد السيده لمراكش طلبنا هذه ولد اللي جابنا لحقنا هنا لحقنا السيده حيه لحقت خلع الله وبين عطوا السيده لحق قال لي احنا ما زلنا مسالينش في الليل لا لا شكون شكون اللي قال لكم شكون اللي قال لك؟ قال لي هذاك على شكون هذاك على هذاك بالسيربون طاط وثاني حادثه تتوقع في السبيطار على هذه الشكيله ياك كاينه 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 ها ثاني حادثة تبقى في السبيطار بارطاج بارطاج انت يا سمع سمع واش عطيتيه؟ لمن عطيتيه؟ لا عاد عاد جا عندك لا تجا عندي جبتي ولا قاوي عطات والف ريال ياك ما دار والو ما دار والو هذيك ما دار والو الرشوه هذه